الكومبس بحلة جديدة بعد إطلاق موقعها بتقنية حديثة. زيادة كبيرة في عدد مرضى كورونا بالعناية المركزة غرب السويد. محكمة بريطانية ترفض تسليم مؤسس ويكيليكس لأمريكا. كانت الحياة أفضل سابقاً. إذا أردنا العودة للوضع الطبيعي، يجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية. الموقف خطير حقاً. لا تساهم في نشر العدوى. اقرأ المزيد على krisinformation.se. افحص نفسك إذا كنت تعاني من أعراض مرض كوفيد-19. يجب إجراء الاختبار بعد 24 ساعة أو أكثر على بدء الأعراض، وفي موعد لا يتجاوز 5 أيام بعد المرض. اكتشف ما ينطبق على منطقتك. هيئة الصحة العامة السويدية. هذه النشرة برعاية أبو كاس، سمارت تانت فورد، إس أي موبلر، ترانسفير جالكسي، ودنتالي. متابعينا ومستمعينا أينما كنتم، أهلا بكم. بعد أكثر من عام على العمل وبجهود ذاتية، أعلنت مؤسسة الكومبس الإعلامية اليوم عن إطلاق تحديث جديد بموقعنا الكومبس.se بتصميم وتقنية حديثة. الكومبس قامت بتحديث شعار المؤسسة بطريقة أكثر تبسيطاً وحداثة، مما يتناسب بشكل أفضل مع المنصات الرقمية. وحافظت الكومبس على الطائر في شعارها، والذي يرمز إلى استقلال الصحافة وحريتها وعينها الساهرة. كما قامت بتغييرات على ألوان الشعار والموقع، ومع التحديث الجديد أصبح تحميل الصفحة أكثر سرعة من أي وقت مضى، مع ملاحظة الاستجابة العالية لعرض الصور والمقالات، وبخصائص بث مباشر لمقاطع الفيديو على الموقع، وبديناميكيات أكثر ومساعدة أكثر للقارئ، مثل الوضع المظلم وقراءة المقالات للمكفوفين، وزر القراءة لاحقاً، وزر المشاركة، إلى جانب ميزات عديدة أخرى. قسم الأخبار في الكومبس يأمل أن ينال الموقع الجديد إعجابكم وتستمتعوا بتصفح مختلف أقسامه. في ملف كورونا، أعلنت السلطات الصحية في محافظة فستريوتلاند غرب السويد اليوم أن عدد الإصابات مستمر في الارتفاع، حيث بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات اليوم الاثنين 543 مريضاً، منهم 74 شخصاً في العناية المركزة، وهو الرقم الأعلى منذ أيار مايو الماضي. وتكثفت الزيادة في عدد مرضى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دخل بين 30 من كانون الأول ديسمبر والرابع من كانون الثاني يناير 12 مريضاً جديداً إلى العناية المركزة. وتظهر الزيادة بوضوح في كامل المحافظة، إذ تشير جميع المنحنيات إلى ارتفاع الإصابات مرة أخرى. إلى ذلك، دعا مجلس محافظة فستريوتلاند هيئة الصحة العامة إلى تغيير أولويات التطعيم ضد كورونا، بحيث تشمل المرحلة الأولى موظفي الرعاية الصحية بسبب الوضع المتوتر في المستشفيات وتزايد أعداد المصابين في جميع أنحاء المحافظة. رئيس مجلس المحافظة يوني ماغنسون من حزب المحافظين قال في بيان صحفي اليوم إنه نظراً لتغيير حالة العدوى أو لتغير حالة العدوى في المحافظة، يدعو مجلس المحافظة هيئة الصحة العامة لتغيير تعليماتها بشأن من يجب أن يحصل على اللقاح أولاً، ليشمل أيضاً الموظفين المختصين برعاية مرضى كورونا. وفي مستشفى ساليغريكسكا الجامعي سيشمل تغيير الأولويات نحو 2200 شخص، وما زالت المحافظة تدرس كم عدد الأشخاص الكلي الذين ستشملهم المرحلة الأولى من اللقاح. على صعيد ذي صلة، بدأت المملكة المتحدة اليوم باستخدام لقاح أسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا، وكانت الشركة السويدية البريطانية طورت اللقاح بالتعاون مع باحثين من جامعة إكسفورد. وأول من حصل على اللقاح في بريطانيا كان براين بينكر،
مريض غسيل الكلى البالغ من العمر 82 عاماً في مستشفى على بعد بضع مئات الأمتار من المختبر الذي جرى تطوير اللقاح فيه. وشكر بنكر الباحثين الذين أنتجوا اللقاح، وهو ثاني لقاح يتم اعتماده في المملكة المتحدة. انخفضت أسعار المساكن في بلدية ستوكهولم للمرة الأولى منذ الربيع الماضي وفقاً لمؤشر أسعار بنك دانسكي. وأظهر المؤشر انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة 1.5% في كانون الأول ديسمبر، في حين زادت المبيعات بنسبة 50%. وأرجع البنك في تحليله سبب انخفاض الأسعار إلى ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا. حظي قرار محكمة بريطانية عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة باهتمام إعلامي سويدي، حيث نقلت معظم وسائل الإعلام السويدية الخبر على صدر صفحاتها الإلكترونية. ورأت المحكمة البريطانية اليوم أن أسانج المتهم بالتجسس والقرصنة لا يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة لأسباب صحية خطيرة، ولكن يمكن استئناف قرار المحكمة، فيما قال الدفاع عن أسانج أنه قام بعمل صحفي ويتعرض للاضطهاد من قبل الولايات المتحدة لأسباب سياسية بعد أن كشفت ويكيليكس عن مخالفات وانتهاكات ارتكبها الجيش الأمريكي. وكانت التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس أثارت اهتماماً كبيراً في العالم، ورفضت القاضية فانيسا برايتسر في محكمة أولد بيلي في لندن معظم حجج أسانج ضد التسليم، لكنها لفتت إلى أن السلطات الصحية شخصت إصابته بالاكتئاب وأن هناك خطراً من أنه قد يودي بحياته. للمزيد من الأخبار والتقارير والبرامج اليومية تابعونا على موقعنا الكومبس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية أبو كاس، سمارت تانت فورد، إس أي موبلر، ترانسفير جالكسي، ودينتالي.